يلا الهمة شوية، الهمة شوية. كل ده كل بلاش. شحاتة شحاتة. ايوه يا حاج. ايوه انا هنا يا حاج. بتعمل ايه؟ من الصبح يا حاج بظبط الشغل بتاع الديفيليه. وخلصت ولا لسه؟ يعني مش فاضل كتير. طيب انا حشب حاجة تكون انت خلصت عشان عايزك. خلاص ممكن اكمل بعدين يا حاج. لا 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 ما تسيبش شغلك، كمل انت. انا هستناك يا حاج لو عايزنا. انا هنجي تحت امرك ما يعني. ما تبقاش لتات بقى يا شحاتة. انا خلاص يا اخويا طلبت ينسوك بألف انا وشيف يا حاج. يا اسطى كنت عايز تروح روح انت. اسطى اسطى شايفتني لابس عفريته ولا ضارب مفك حط ورا ودي؟ وبقى انت شفتني ازاي؟ ده انا كلي قد كده، ده التاريخ مقاوي. انت تخليك جنبه هنا يا زكي، واي حاجه تجد تبلغني فورا. حاضر. ها بالتليفون حتى. ماشي. واي مصاريف ادفعها. معاك فلوس؟ معايا حد. معايا معايا. بس هو احنا كان عندنا كام شغلانه كده. عارف انت هتتكلم في ايه؟ انا هخلي مرسي، لا مؤاخذه يا حاج، هخلي مرسي ولا شحاته يوم باللي انت كنت بتعمله. ما تقلقش، المهم تخليك هنا. انا لازم الحق مواعيدي. ماشي؟ اوامرك يا حاج، ربنا يزيدك من نعيم الله. ربنا يشفيه له يا رب. يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مالك كده واقف وبص على صاحبك بندهاش يعني؟ هيجنني الجدع ده. ليه يا عم زكي؟ ما الراجل زي الفل وجاي عمل الواجب. هو طول عمره صاحب واجب، بس المرة دي حالته غريبة. هو صمم انه يدفع فلوس المستشفى، مش كده؟ مش كده وبس، ده مهتم لدرجة كبيرة جدا. راجل ب500 حالة، وفي كل حالة لازم تعجب بيه وتحبه. هو ده فواز السيارة. طول عمره سيارة. اديني قفلت الباب زي ما عملتنا يا حاج. قول لي كنت عايزني في ايه؟ انا تحت امرك. فاكر الحكايه اللي كنت كلفتك بيها؟ حكايتي يا حاج؟ حكايه البنت اللي بتشتغل في محل الصراف. فاكرها يا حاج. انا كنت عاوز اعرف منك لما سالت عليها عرفت ايه؟ يعني ما عرفتش حاجه كده ولا كده؟ بصراحه يا حاج انت لما طلبت منها اجيب لك قرارها انا فتشت عليها وسالت، وقلت اكيد انها تهمك طالما خليتني اسال عليها يعني. كويس. عرفت ايه بقى؟ عايز الحق يا حاج؟ كل خير. ايوه يعني سككها ايه؟ ملهاش في سكه عوجه كده؟ ملهاش اي سكه، دي عامله زي القطر بتفرم اي حد يهوب ناحيتها. طمنت قلبي، الله يريح قلبك. طب هي الحكايه ايه يا حاج بالظبط؟ انت قلت لي انك عرفت عنوانها مش كده؟ يا بطني، بطني بتتقطع يا شاهين، مش قادره. بطني بتوجعني قوي. ايه سرعتي؟ معرفش مظهريني بتتقطع. انت كلت ايه ولا شربت ايه؟ انا عارفه كلت ايه ولا شربت ايه. يا بطني. الله يخرب بيتك، قومتيني من احلى نومه. مالك مالك يا حبيبتي؟ يا بطني مش قادره، مظهريني بتتقطع. اكيد خدت برد. لا مش ممكن يكون برد ده، اكيد انا اكلت حاجه بايظه عملت لي تسمم. مش قادره مش قادره يا شاهين. تحب نروح للدكتور؟ معرفش بقى انا تعبانه. ده احنا كده نروح المستشفى. شغل ايه اللي انت عايزاه يا حياه؟ الست الست ربنا خلقها بهيئتها الناعمه دي علشان تبقى سكن لجوزها وحارس على اولادها، مش تتمرمط في الشغل ويبقى ليها مدير يقول لها روحي وتعالي. قولنا يا سميحة. شور يا حبيبي، طبعا عين العقل كل اللي بتقوله صح. ما هو عشان عارف انك هتقولي كده قال لي اجي اخد رايك. طبعا حاطط في بطنه بطيخه صيفي. بغض النظر عن راي اخوكي ولا بطيخه جوزك، انت برضه غلطانه يا حياه. ما كانش ينفع تطلبيها منه دلوقتي يا حاج. ما انا بطلبها منه من يوم ما اتجوزنا يا بنتي. اقل كنت تستنى عليه شويه تكون حكايه القضيه دي بردت، عشان جوزك ما يحسبهاش غلط ويفتكر انك عايزه تساعديه وتقف جنبه عشان ما يضعفش قصاد حد. الله، وهو ليه يحسبها كده؟ ما احنا خلصنا الكلام ده بقى من زمان. وبعدين انا اكدت له مليون مره اني راضيه بعيشتي معاه. ما تاخذنيش يا حياه، اللي قلتيه باليمين لحستيه يا اختي بالشمال. الله عليك يا راسي. روح يا شيخه، ربنا يفتحها عليك. شايفه الكلام الموزون؟ واسكيوز مي بقى يا حياه، الواحدة يا حبيبتي مالهاش غير رضا جوزها، مش كده يا حق؟
ايه الحلاوه دي؟ تعالى سمعهم. الله، فين كلامك بقى يا واعظ؟ ما تلم نفسك يا واد، انت فاهم انهم ما لهمش كبير ولا ايه؟ سيبه يا بالحاج، خليه يتريق براحته. والله العظيم يا بتريق، انا متاكد 100% ان الكلام اللي فيه الشفا هيطلع منك انت وبما يرضي الله. ونعم بالله يا حاج، انا كل اللي اقدر اقوله ربنا يهدي النفوس ويصلح الحال. شفت شفت، انا عارف بقول لك الكلام الصح هيطلع من هنا. الحمد لله انا راجل محظوظ. الله، جرى ايه يا فواز؟ ما تركز معايا شويه. بقول لك ايه يا اخويا، انا من ساعه ما اتكلمت معاه هو قالب وشه ومش طايق البيت، وانا بقى بصراحه تعبت من المناهده والطبطبه. المناهده والطبطبه من واحده لجوزها مش حمل يا بنتي، ده حق وواجب ربنا هيسالك عليه. وبعدين يا بنتي يا هبله، خديه بالمسايس هتلاقيه بيلين كده زي العجين. وانت ناويه تشتغلي ايه يا حياه؟ يا اختي اي حاجه، المهم بس اتنفس. اتنفس؟ خدي يا اختي عيالك على كتفك وجوزك في دراعك، وروحي اجدع جنينه فيك يا مصر، وتنفسي براحتك، وشيلي من دماغك هبل الشغل ده. طبعا، وانا هاخد منك حق ولا باطل؟ يا اختي انت غاويه وجع قلبه والسلام. افضل حاجه للست انها تقعد وتتستت في بيتها. الله اكبر، الله يفتح عليك يا هدى. يا حاج، الحاج فين؟ الحاج اهو اهو يا ضبش اهو. ايوه يا حاج، الاستاذ مرسي مستنيك. يلا انا رايح له حالا اهو. رايح فين يا فواز؟ مش تقول لي الاول اعمل ايه؟ بطلي زن بقى يا حياه، اهمادي شويه لا يطفش منك. يلا قول له يغطي راسه، في راجل غريب في الجنينه. شايف يابا بيقول ايه؟ سيبك من اخوكي، انا رميت طوبته، انا هقعد مع جوزك وافهم منه. ما تغطي راسك انت الاخرى. ازيك يا مرسي؟ ازيك يا حاج؟ اه كمل الشاي. ماشي يا حاج. ايه خير يا حاج مالك؟ مفيش، انا قلت رايح النهارده شويه. انت عارف الواحد ساعات بيحن لقعده البيت، بس شويه كده وهنزل انا وابويا. طيب بعد اذنك بقى يا حاج، يا ريت تمضينا على شويه الورق دول بتقعدي في يوم الخميس. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد اذن اقطع كلامك يا حاج، انا لقيت مدرسه في حته كويسه قوي. حلو. وممكن كمان نخش بنسبة معقولة جدا. مش حلو، لأن أنا مش عايز حكاية النسبة دي، أنا عايز المدرسة من بابها. من بابها؟ ده معناه بقى بنا حج وأرض وتراخيص ووقت، لكن النسبة دي إحنا ممكن نتحكم فيها وممكن نخليها بالشكل اللي إحنا عايزينه. لا، أنا عايزها من بابها. اللي تشوفه يا حج. ولا تسمم ولا أي حاجة يا سيدي. أمال إيه بس؟ تحت في المستشفى ادوا حقنا وطلبوا مننا اننا نعمل شويه تحاليل، عشان كده قلت اجي لحضرتك عشان تطمنا. التحاليل والكشف على المدام بيقول انها حامل وفي شهرها الثاني. حامل؟ حامل من مين؟ افندم؟ لا لا لا، مش قصدي، مش فاهم. بيقول لك حامل يا سي شاهين. مبروك يا استاذ. كان نفسي اما خيارها بيني وبين ابوها تختارني انا، انما للاسف اختارت ابوها. واحنا مش هنخلص من الحكايه دي بقى. معلش يا حاج، استحملني، الحكايه لسه طازه وما بردتش. طب بقول لك ايه، انت مش كنت قلت لي يعني ما عاوز اتكلم معاك زي الصحاب كده، يعني ابقى اتكلم؟ طبعا، ولا عند وقت، سرك كبير. اصل في حكايه كده حاصله يعني، بس مش عارف اجيبها لك ازاي. حكايه ايه دي؟ شكلها جامده قوي اللي واقفه في زورك. بقول لك ايه يا ولد، انت ما تصعبهاش عليا انت كمان. خلاص انا هسكت خالص. اصل من مده كده شفت واحدة يعني. حلو قوي الكلام ده، أيوة كده بقى، انضم الفريق المحترفين. ولا أنت مش قلت هتحط لسانك جوه بقك؟ أهو أهو. أصل أنا يا ابني كبرت، والواحدة مفيش أمر منها،
وحياة أختك مسكينة مش هتنفع ما بيني وما بين بيتها، وأنا بصراحة ربنا نفسي أريحها. ريحها هي برضو بعدها لك يا ولد. أنت ما تتلم، خليني أقول لك الكلمتين. ما هو كلمتين باينين، أنت عايز تتجوز حاج منعم. لا 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 لا، مش أنا لسه يعني زي ما تقول بفكر، مش أصل بلا أصل بلا فصل. الحكاية واضحة زي الشمس، وطالما بحلال ربنا أنا ابنك أبلي لك الشربات كمان. أصلها بيني وبينك يعني بنت غلبانة ومنكسرة وبتجري على أخواتها. قوم بينا يا حاج. على فين؟ مش عارف عنوان بيتها؟ أيوه عارفه، إنما ليه؟ نروح نقرا الفاتحة ونتفق. أيوه أنا أصل اتفقت معاها إن إحنا هنعدي عليهم يوم الجمعة. يوم الجمعة؟ خير البر عاجله يا حاج، وطالما بما يرضي الله يبقى على البركة. يلا بينا. يلا بينا يا حاج. طيب يلا طيب بينا. طيب. وصلوا. أنا عارفة هو مستعجل على إيه؟ المفروض كان يجي يوم الجمعة. يا بنتي أهو خالك بره وهيقابلهم، وأنت شهري شوية على ما أعمل لهم حاجة يشربوها. قال يا خبر بفلوس كمان شوية وأبلاش. انتوا قاعدين هنا تسايروا وسايبين الناس قاعدين بره. الحاج منعم الصياد والحاج فواز الصياد، عرفتيهم منين يا بنت اختي؟ انت تعرفهم كويس يا اخويا؟ مين اللي اعرفهم؟ في حد في الدنيا ما يعرفش عيلة الصياد؟ عيلة الصياد دي اعلاناتها مغرقة الدنيا. عارفة اصلا الناس دي من المنطقة من هنا. بقول لك ايه يا خالي، خليك قاعد معاهم لحد ما اطلع. ربنا يجعلنا من مجاوريهم، وعلى رأي المثل من جور السعيد يسعد، وهو برضه كله ينفع. خليك تتجنن يا بنتي. انت بقى ساره؟ ايوه ساره. وانت مين؟ يا الف مرحب يا ولا. خد الحاجات دي، خد دول معايا. خد يلا بنت جوه، خدي دول يلا. اتفضلي. في واحده هنا. هذا من مواقف زي دي تلاقيها ما نشفتش. خد يا بنت. يا الف مرحب. اقسم بالله احنا لو عارفين لكنا فرشنا لكم الارض كلها رمل. والله العظيم الواحد ما عارف يعمل ايه ولا ايه عشان يرحب بيكم. ادلول يا اسطى، كتر خيرك. بسم الله ما شاء الله. شوف الفن، الخير على قدوم الوردين والعلموك. اقسم بالله احنا الادن ما بيتقطع من بيتنا ابدا، وعلى طول طهرين ما شاء الله. ربنا يزيدكم كمان وكمان. معلش يعني لا مؤاخذه، احنا جينا كده طبينا من غير احم ولا دستور، انما الخير ما يستناش ولا ايه؟ ابي حاج والله العظيم عيب اللي بتقوله ده يا حاج. ايه ده؟ البيت بيتك يا حاج، انت تنورنا في اي وقت يا ترى لك فيه انك تيجي على طول من غير استئذان. بقول لكم ايه، المغرب غريبه، تيجي نخطفها جماعه كده عشان يحصل لنا البركه. بسم الله ما شاء الله، الله يفتح عليك يا اخي. المثاليه مدلال. عدم موسى متوضي حق طاهر والحمد لله. المثاليه مدلال والله ما كان له لازمه التعب ده. اوفر قوي الجدع ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله. بنتي دلال. بالريق الحاج يا دلال، ربنا يبل ريقك من زمزم. بسم الله ما شاء الله. يا سلام على الوش اللي شايل جمال رباني ده، اما يتلف الطرحه من صنع ايديا وتكفيه شر العيون الرضيه. ربنا يكتبها لك ويكتبها لنا. قولي امين.
امين. وازن وازن وازن. قولوا امين. امين امين. تصدق يا حاج كانك عايش معاها؟ او امال ايه الموضوع ده كنا بنتكلم فيه امبارح؟ عارف دليل ده ايه؟ امنيه حياتها نفسها ومنى عينها تغطي شعرها بطرح زي ما انت شايف كده اهو. سبحان الله. الستره حلوه برضه. ما هي ده لسه محروس. ايوه تعالى يا اخويا عاوزاك. حاضر بعد اذنكم ثانيه واحده براحتكم. كان البيت بيتكم عايزين تقعدوا هنا تقعدوا جوه. انا استاذنك بس كلمتين انا والحاج وتحصلك على هنا على طول. يا راجل عيب يا راجل عيب. بيتكم بيتكم تستاذن في بيتكم. محروس ماله؟ ايوه يا مدلاء. الراجل الغريب ده. سيبك من الراجل دلوقتي. بقول لك سيبك منه وقول لي انا يعني ملاحظ يا سيف فواز انك دايس على الاخر. ما قلتليش ايه رايك؟ يا حاج يا ايه في الواحد ما بيحسش بقيمة النعمة الا لما يتحرم منها. يعني ايه؟ انا دلوقتي حسيت اني زي القرع اللي بيمد البطن. ايه اللي مش حاطط ده انا وموديني لاخر الدنيا واجيب من لبنان مع ان مفيش احلى من بنت بلدي. سبحان الله سبحان الله. البني ادم اعمى ولو كان بصير. يا اخ فواز نفسي افهم اخره الرصه اللي انت قلتها لي ايه؟ خير بعون الله وكله عشانك. عشان مين يا واد انت؟ انا مش فاهم. عشانك انت. عشانك البنت زي الفل. ايوه زي الفل. شو قلت لك؟ زي البنت نقاوة. نقاوة المعلم. نقاوة المعلم طبعا. وتليق انها تدخل عيلة الصياد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. انما احنا برضو ربنا ادانا عقل. عقل ايه يا ابني؟ احنا جايين نقرا الفاتحه. ما احنا هنقراها. احنا هنقرا الفاتحه ان شاء الله. انما مع تعديل بسيط في النية. نية ايه؟ ليه؟ 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 علشان ما يبقاش عندنا اتنين ابو سميح. بصراحة العبارة احنا جايين نطلب ايد الانسة دلال لابننا فواز. زغلط يا ابو دلال عشان ربنا ما يكتبش علينا ابو سميحة والامين. امين. زغلط انت يا ابو دلال. الف مبروك الف مبروك يا حاج. على ايه؟ يا لهوي عليك يا فواز. انت ايه يا ابني؟ ايه ما بتهمتش؟ ما كان لازم الحقه بدل ما يقع زي ابو سميحه. ده الرسول عليه افضل الصلاه والسلام قال ايه؟ ما تصلي عليه يا حياتي. عليه الصلاه والسلام يا اخويا. عليه افضل الصلاه والسلام. قال انت ومالك لابيك. تفتكري بقى انا هستخسر نفسي في ابويا؟ هو الواحد فينا بيخلف ليه؟ عشان لما يكبر يلاقي ولد وسند وعكاز يتسند عليه ويشيل عنه كمان. طبعا. وانت مين يغلبك في الكلام؟ يا ابني يا ابني انت لسه يا دوب مطلق لحقت تفكر في جوازه جديده؟ نهار اسود. وعملت ايه مع ابوك؟ هو اللي طلبها لي والله يا حبيبي. انت بتضحكي عليا؟ لا يا اخويا ولا حاجه. حياه انا مش عايزك تجيبي سيره لحد عن الموضوع ده دلوقتي. وفي السريع كده عايزين نشوف عروسه لابوكي علشان ما يبقاش نفسيته برضو فيها حاجه. وعايزك تنقي له واحده لا صغيره قوي ولا كبيره قوي. الحلو منه البين البنين. فاهمة؟ يا لهوي عليك يا فواز. انت قادر. قادر ليه؟ ما يقدر على القدرة اللي ربنا يا حياة. انت هتشيلينا ذنوب. لا حول ولا قوة الا بالله. احنا يا ستي غلابة وماشيين جنب الحيط. او مروح انا بقى علشان مراتاتي وحشوني. يصح برضو. بحبهم يا حياة. طبعا. اله يا رب يبارك لي فيهم ويخليهم لي يا رب. يا رب. امين. المهم انت بقى حياة. ايوه. انصحي لنفسك كده. جوزك يا بت ابتسميله. يا بت ابتسميله.
خلاص بقى يا فواز. ايه اللي خلاص؟ بقول لك ابتسمي له، ابتسمي لجوزك. ايوه كده، زي ما بتضحكي كده ضحكتك الحلوه دي. حاضر يا اخويا. اضحكي له هتلاقيه بيديكي كل اللي انت نفسك فيه. ماشي؟ ماشي. يلا حبيبتي. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبي. ايوه كده، روس على شيشه. تقدر تقول لي بقى فادتنا بايه الشغلانه دي؟ ما هي شغلانه زيها زي اي شغلانه، ومرتبها مرتب اقل موظف، نتعه قلب من الصبح لحد بالليل، هو عمال يكنز على قلبه واحنا مأمنين له على اخره. مين قال لك بقى ان انا امنت له؟ ولا هو مأمن لنا من اساسه؟ يا يعني عايزك تصبر كده، ما تبقاش خفيف، التقيل جاي ورا شعبان. لا، واحده واحده بقى عليا عشان افهم يا عم تسوق. احنا شويه نروح للراجل الشامي ونبيع له فواز، وشويه نروح لفواز ونبيع له الراجل الشامي، وفي الحالتين انت جررني وراك زي الجاموسه. انت بقى لحد امتى هتفضل عامل لي فيها الشاب اللغز؟ يا بكره اللعبه يبقى على المكشوف، الماتش هيسخن وهيحلو، بس انت ما تستعجلش على رزقك، ما تفولش بوزك الفقري ده. لما نفسي ادخل جوه دماغك دي وافهم بتفكر في ايه. اذا كان انت بره دماغي وعامل صداع على شعبان، امال لو دخلت هتعمل ايه؟ ايه يا ده شعبان، عايزك تبقى راجل، وانا هنسيك على الدور كله من اوله لاخره، بس لما يهون الاوان. تشرب سحلب؟ يا ريت. واحد حلو قوي يا عقل. يا ترى اللي عمله ابنك ده صح؟ ولا جه عليا علشانه؟ يا ترى يا عاد عينك زاغت على البت، ولا انت خايف عليا من سنها؟ هو انا حبيتها بصحيح، ولا دي مقاوحة مع الدنيا عشان الاقيلي فيها ركنة اتكن فيه واضحك على روحي واقول لسه في العمر بقية؟ ويا ترى هي كانت حاسة بيا، ولا عينيها ما شافتش مني الا ايد اب حنين طبطب عليها ساعة وجع؟ وعلى هالك يا فواز، هتفضل محيرني فيك ومدوخني معاك لحد امتى؟ بس تعرف يا واد، انت عندك حق، انا كمان خفت. ما احنا مهما ضحكنا على نفسنا الدنيا ما بترجعش لورا، والعمر زي العوره لازمها ستره، ربنا يكفينا شر الفضايح. يا ابن الكلب يا فواز، الواد بلفني ازاي كده؟ بس ايه، واد معلم لبسني الأمة وانا مبسوط. ماشي، مردود لك يا ابن الصياد. السلام عليكم ورحمة الله. ده ايه النور ده؟ ربنا راضي عني ولا ايه؟ معقول الحاج يوصل بيه ويجي لحد عندي وما يلاقيش حد يستقبله تحت؟ انت اكيد ربنا راضي عني عشان انت طيبه وقلبك ابيض وبنت حلال. يا رب يا رب انول رضا زيك كده يا رب. خص عليك يا حاج، مش بيقولوا الطيبون الطيبات؟ ونعم بالله ونعم بالله. انهار يا اختي، يعنون انهار. فاكرة يا أنهار كنت طالبة إيه مني من مدة؟ لا افتكري يا أنهار، معقولة نسيتي؟ افتكري. والنبي يا أخويا ما فاكرة. أنا بقى لا يمكن أنسى حاجة أنت طلبتيها أو نفسك راح يطلع، مستحيل إلا أنت. فاكرة زيت الشعر اللي قلتلي مش لاقيها في مصر كلها، وقلتلك اديني اسمه عشان أبعت ناس تجيبه من بلاد بره؟ زيت الشعر اهو. الله يا حاج، وانا قلت انت نسيت. انا انسى حاجه انت؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، وانا اللي بقول انت اللي فهماني فيهم كلهم. والنبي ما تزعل مني يا حاج. لا زعلان. معقوله تزعل مني والنبي؟ لا يا حاج، انا هصالحك. يا ريتها كانت ليلتك يا نهار، ليله سميحه. لبسيني. السلام عليكم. وعليكم السلام، ربنا معاك. شبك الصبح.
بعد ما غيرت هدومي ودخلت السرير عشان انام، تصدق ما جاليش نوم ابدا. قلت اقوم اشم هوا، جيت على القهوه لقيتك راكن الركنه اللي انت راكنها دي. مالك يا شاهين؟ شاهين انت شايفني؟ الوليه طلعت حامل حد. انهي وليه دي؟ نعمه طلعت حامل. مبروك، ألف مبروك. وده بقى اللي مزعلك ومخليك قاعد القعدة دي؟ من ساعة ما عرفت إن مخي عمال يود ويجيب وعقلي حشيت وقلبي مقبوض. يا ساتر، وليه ده كله؟ العيل ده مين اللي هيربيه حد؟ إيه الكلام العبيط بتاعك ده؟ هو إحنا اللي بنربي؟ هو إحنا اللي بنرزق؟ ده إحنا كلنا ضيوف على طبلية المولى عز وجل. وأنا يعني هعيش له قد إيه حد؟ لا شفاعة في الموت ولا حيلة في الرزق. ونعم بالله يا حاج. قوم يا جدع، قوم روح بيتك. يلا استعيذ بالله من الشيطان كده، خد حاجة حلوة في ايدك لمراتك عشان تفرحها، ما تكسرش قلبها في ليلة زي دي. قوم وهتنحي كده ليه؟ ما تقوم يا شاهين. مش هقوم يا حاج الا لما تقول لي في الأول ايه اللي طار النوم من عينيك ونزلك القهوة دلوقتي. استنى يا حبيبي استنى، انت اكيد لحسن تاخد برد ولا حاجه. تعملي ايه يا سليم؟ اعمل ايه؟ انت لسه واخد حمام سخن يا حبيبي، لحسن تستهوى ولا حاجه. حمام الهنا والعافيه وراحه البال والرضا. ده ايه الصباحيه العسل دي؟ عارفه سميحه انت اللي فيهم والباقيين كلهم اونطه. طب عارفه ايه احلى حاجه فيكي؟ ايه يا حبيبي؟ انها هربانه منك، رايحه في داهيه ومش مديه الدنيا اي اهميه، وتموتي في الدلع والفقر. ايوه الله عليك انت يا حاج، اللي لسانك ده بينقط عسل صافي طالع من البطرمان، الجرام منه بالشيء الفلاني. انا بنت اللي الجرام من ضحكتك بس، جرام يسوى الدنيا واللي فيها يا سميحه. ايوه كده، قول يا حبيبي قول. الله عليك كده لما بتبقى رايق وفايق بتبقى سكر، والكلام اللي بيطلع منك عسل، وبتقول احلى قوال. قول بقى يا فواز. وانا لسه قلت ده انت هتسمعي قواله. تعالي. ايه ده؟ احنا الصبح يا راجل. يا بنتي مش اللي في دماغي. لا اله الا الله. تعالى يا سميحه، انت دماغك اخ منك انت. تعالي. مدي ايدك في جيب الجاكيت ده. اي واحده فيهم؟ الرمادي، جيب الجواني. هاتي بقى اللي مسكتيه. ده ايه ده؟ دي فيها ايه دي يا حاج؟ افتحيها وشوفي. ايه ده؟ بيجنن يا حبيبي. ده بتاع مين؟ بتاع مين؟ بتاعك يا حبيبتي. مش ده الخاتم اللي انت شفتيه في ايد البنت الممثله لما كنا قاعدين هنا؟ اه والله يا فواز يخيب عقلك، ده انا كنت نسيه. انت فاكر لحد دلوقتي؟ انا انسى حاجه سميحه طلبتها؟ انا؟ ده انا انسى روحي، انسى اكل واشرب، ما تنساش ابدا سميحه. عايزه ايه؟ يا حبيبي خد فوق. انت حبيبتي وعسل ودلع كمان. حلو قوي يا عنا، يا ربنا يخليك ليا يا رب. حبيبتي ربنا يخليك ليا يا سميحه. يا عسل العسل. يا دلع الدلع. يا حب الحب. عيد عندك يا عم شعبان 22 على 17 بكم كبير، 36 على 5 بطلحه بخرز، 14 على 25 و6 على 2 بطلحه كبيره. تمام كده؟ انت اللي تمام؟ 100 100. ها ايدت كل حاجه يا ريس؟ حصل يا عمنا. بس قول لي بقى يا عم مرسي، يا البضاعه دي رايحه على فين؟ يعني منها اللي هيتفرش في المحلات ومنها اللي يخص معرض بكره. معرض؟ معرض ايه؟ عرض ازياء. دي في ليه؟ اه عارفه، مش ده بتاع نسوان؟ نسوان ايه يا معلم؟ بقول لك دي في ليه ايه؟
الله العظيم غريب قوي. هو الحاج فواز نوف الدفلين والجو ده اهو بقى ليه يا سيدي؟ بقول لكم ايه، سيبوني بقى عشان انا عندي لفه كبيره قوي عايز الحق اخلصها. طب مش تقول لنا يعني اللي انت بتقول عليه ده هيبقى امتى؟ دفي ليه دفي ليه دفي ليه ايه يا عم الاجنبي ده؟ فاهم ان انا احمر ولا ايه؟ ما انا عارف انه دفي ليه في لوكاندا كبيره قوي، بس بصراحه مش فاكر اسمها دلوقتي. طب استنى بس، انت مالك متلهوت كده على طول في الجرينيه؟ ما تاخد ودي معانا في الكلام. بقول لك ايه يا عم، انا لا باخد ولا بدي ولا ليا في قالوا ولا قلنا، واللت والعجن الكتير ده ما بياكلش معايا، ما بحبوش بصراحه، ما بينزليش من زور. سلام يا برنس. ايه ده يا عم الحاج، علينا لت وعجن وحوارات ومدخلنا في قالوا قلنا في ايه؟ ما تهدى علينا يا عم الحلو. لا يا حبيبي، الحلو ده تبقى تاكله بعد الكشري. الله. سلام يا ريس. خلاص يا عم الحادق، ما دام الحلو مزعلك تعالى يا اخويا، مش شغلك ده تمضي وتستلم؟ اه اذا كان كده ماشي، نمضي يا برنس. اتفضل يا استاذ. سلام عليكم. يلا يا رجاله، خلاص وشرفت يا نجم، صباحك ورد يا عمنا. ايه يا كبير، الجمعه راحت لفين؟ مشوار صغير ولا جعان. طب والله تجيب لي علبه سجاير معايا. بصراحه بقى يا حاج انا مش فاهم حاجه، يعني انت كنت بتسال عليها وبتعس وراها عشان خاطر الحاج فواز ولا؟ طبعا لابني الحاج فواز، انا قلت اشوف واحده تصونه وتقفل الاربعه من غير طلاق عشان يتلم ويلتفت لعياله. غريبه. ايه اللي غريبه يا شحاته؟ لا لا مفيش حاجه يا حاج، يعني اروح اودي الحاجات دي يا حاج؟ ايوه توديها وتقول لهم الحاج فواز بيصبح. طب بقول لك يا حاج، ما ينفعش حد غير من العمال يروح يقدم المشوار ده يعني مكان؟ لا ما ينفعش يا شحاته، الحاج فواز مش عاوز جنس مخلوق يعرف الحكايه دي، يعني لسانك ده ما يطلعش بره بقك. ماشي يا حاج. دي حاجه رخمه قوي. بتقول ايه يا؟ لا ما بقولش حاجه يا حاج. حاضر. طب يلا. حاضر يا حاج. حاضر. يا انسه الفلوس دي ناقصه 100 جنيه. انا اسفه يا فندم، معلش. اتفضل حاج. اشكرك. في ايه يا دلال؟ تالت مره النهارده يحصل هذا في العمل. انا اسفه يا حاج، معلش. الظاهر ان انا دماغي وجعاني، باين عليا تعبان. تعبان تقعدي في البيت، ما دام نزلتي وجيتي الشغل لازم تركزي. دي في ايدك فلوس مش لعبه. انا اسفه يا حاج، بوعدك ان هي مش هتتكرر تاني. اتمنى عشان ما اضطرش اخد معاك اجراء يضايقك.